السلام عليكم مجددا، مرحبا بكم مجددا. ونشوف انه رئيس البرلمان الجزائري بوغالي التقى راه في كولومبيا، والتقى مع وزير الخارجية الكولومبي، قال لك لتعزيز التعاون الثنائي. شوف وجد كولومبيا ليه واش من تعاون، احنا ما تعاوناش مع جيراننا ومع خاوتنا، يعني نتعاون مع كولومبيا. كولومبيا اللي معروفة عندها الكارتيل تاع البيضة تاع الغبرة. إذا سي إبراهيم بوغالي رئيس البرلمان الجزائري البارح الاثنين تلاقى مع وزير الخارجية الكولومبي، وقال لك برية عطالو برية باش يديها الرئيس الكولومبي تاع تبون، وين يقول له بلي تبون يولي أهمية كبيرة لدعم وتوطين علاقة الجزائر وكولومبيا على الصعيدين السياسي أو الاقتصادي. قالك بالنظر لمكانة البلدين إقليميا والإمكانيات الهامة التي تسخر بها هاد الدولتين. نشوفوا كولومبيا مازال ما سمعناش بلي راهي من الدول الكبرى في يعني بارزة في أمريكا اللاتينية. يعني أمريكا اللاتينية لما تكلم كان على البرازيل كقوة اقتصادية في البريكس، سمعت تكلم على تقدر تكون المكسيك، تقدر تتكلم على الأرجنتين، تتكلم على هاد الشيلي، ولكن كولومبيا لما تقول كولومبيا تقول البيضة والغبرة، هذا اللي معروف على واش رايحين حنا نديرو معاهم اقتصاديا. على كل حال هما عندهم ديما حوايج يبيعوها لنا، على بالكم واش، ولكن حنا واش عندنا نبيعو؟ احنا سوق الجزائر، سيتان بازار الجزائر، سوق مارشي. وطاير البلد الوحيد في العالم اللي يدخلوا تدخل كوكايين بالقناطير ماشي بالكيلو، بالقناطير دخلت 7 قناطر وكيلو شاهد عليها في ماي 2018. الى يومنا هذا الملف مغلوق، بعدها 3 قناطر في عرض بحار سكيكدا ولم يفتح تحقيق، ثم يزيد في أرزيو 5 قناطر ولم يفتح تحقيق، ثم يزيدوا البرازيليين هما اللي يكتشفوا 5 قناطر، أنا غير بالقناطر داخلين الجزائر يحبسون البرازيليين. وإلى يومنا هذا ما كانش تحقيق شيء، وكأن شيء لم يكن، كان ما صرا والو. 7 قناطر كوكايين مش كاين، سيريا ورقة الملف. وعلاش؟ لأنه العمليات هذه وراءها كبار المسؤولين والجنرالات في الجزائر. ما كانش واحد يغامر بدراهمه باش يجيب 5 قناطر كوكايين. 5 قناطر كوكايين حسب محامية مختصة في هذا الزافر هذو تقول لك قيمتها تجي أقل شيء 30 مليون دولار. شكون رجل أعمال جزائري ولا ترافيك جزائري يغامر 30 مليون دولار، يغامر بها باش يدخل كوكايين الجزائر؟ كاش يغامر ب 300؟ يلزم يكون عنده ضمانات، ويلزم يكونوا مجموعه، واحد واحد ما يقدرش 30 مليون دولار يكون مجموعه. حتى هو لهذا السبب ما كان حتى انكيت، ونمشي ونديروا قال بكل وقاحه ساعات تبون يبعث رئيس البرلمان ويقول له روح سلم لي على صاحبي في كولومبيا سهل وكاش غبرة. لأنه تبون الرئيس الوحيد في العالم اللي الشعب خرج رافد الفارينة ويرمي فيه على وجهه يرمز للكوكايين، ويقول لك تبون الكوكايين
الرئيس الوحيد في العالم للشعب قال عليه انه رئيس تاع الكوكايين، لانه شيء واضح، امور واضحه، امور هي واضحه. تايا قناطر المقنطره داخله للجزائر ولا تحقيق تفتح ولا تحكم واحد او ربع واحد، حاسبين الشعب تنهى، حاسبين الشعب ما يشوفش. هذا اللي يديروا في الدراما الجنرالات والمسؤولين الكبار الفيوات هذوما، هذا راهم يديروا في الدراهم، ويحبوا يدبدبوا الشعب الجزائري ويديروا الدراهم، يحبوا يزطلوا الشعب الجزائري بالكوكايين. كان جات غير بالحشيش قالنا عليها سيدي، وغالقين الحدود مع المغرب قال واش قال؟ على خاطر تجينا الزطله، من الزطله ديجا راه ما محد مغلوقه تدخل بالاطنان، ماشي بالقناطر، بالاطنان. شكون يدخلها؟ الجزائريين يدخلوا فيها، واللي يبيعوها جزائريين. ولكن هذه الحكايه تاع الحدود اللي مغلوقه على جبل الحشيش، طاحت الحكايه الاطروحه هذه سقطت لما شفنا قناطر الكوكايين، الغبره البيضاء السامه، هذاك هذا اللي تقتل، هذا اللي تقتل. حبوا يقتلوا الشعب الجزائري، حبوا يدوخوه، حبوا يدوخوه بس بالكوكايين بالغبره. هاول الاجرام الكبير، اكبر مجرم هو تبون وشنقريحه والاسلام اللي معاهم العصابه كامله، حابين دابور يخليو البلاد، يقتلوا الشعب، يدبدبوه بالغبره، ما با بالزطله. كان جاب الحشيش قال لا، بالغبره حابين الاخر، ويربحوا دراهم على ظهره، ويردوا الجزائر منطقه تجارة، مركز إشعاع لتجارة الكوكايين. هاوزا سينو كيفاش تفسر نتا أن ما تفتح حتى تحقيق وما تحكم حتى واحد؟ سهل بورتون، بورتون سهلة، سهلة مالا. ننتظروا الرد تاع ولاد الحرام واش يديروا في حكاية الكوكايين. هشام عباس، الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.